جامعة فلسطين التقنية خضوري، جامعة الدولة وحاضنة الريادة والإبداع. تخرجت من جامعة فلسطين التقنية عام 2016، تنقلت في العديد من الوظائف، كنت سفيرة لمؤسسة الشباب الدولية ومدربة لمهارات التوظيف في آيركس، ومن ثم انتقلت لكيمونيكس الدولية التي أتاحت لي الفرصة والمجال لأنضم لعائلات ديوان قاضي القضاء. أنا تخرجت في جامعة فلسطين، من جامعة فلسطين التقنية، هاي الجامعة العريقة بطلابها وبكادرها التعليمي، هاي الجامعة اللي بتتيح للطالب إنه يجمع ما بين الجانب الأكاديمي والجانب النظري والجانب العملي أيضا، وتكسب العديد من المهارات، بالإضافة لأنها تفتح له مجال للمنافسة في سوق العمل. بالنسبة للأخت تقوى داود، هي منذ فترة في محكمة قلقيل الشرعية، هي إنسانة أبدعت في عملها، هذا أقول ولست مجاملا لها. من خلال عملي كرئيس لهذه المحكمة وجدت الأخت تقوى مهندسة الآي تي في هذه المحكمة، وهي مهندسة الآي تي في مؤسسة ديوان قاضي القضاء بشكل عام، فهي المشرفة في منطقة الشمال على ما يخص الآي تي في المحاكم جنين وقلقيلة وطول كرم ونابلس تقريبا. لمسنا منها إبداع وإنجاز يعني منقطع النظير، فهي تخرجت من جامعة محترمة، جامعة فلسطين التقنية الخضوري، هذه الجامعة التي نعتز فيها كجامعة حكومية فلسطينية، لها كل الاحترام على هذا التميز بهذا النوع من الطلبة. نحن كنا نقول في بعض الأحيان أنه ممكن يكون خريج خضوري مش قدر المطلوب، لكن أثبتت الأيام أن خريج جامعة خضوري هو الأفضل وهو الذي يتقدم على زملائه في العمل. بحب أكد للجميع أنه طلاب جامعة فلسطين التقنية خضوري قادرين على أن ينافسوا في جميع المجالات، وأنا أعرف كثير من زملائي الذين الآن يشغلون مناصب متميزة ومتعددة في الإمارات العربية المتحدة، وجميعهم من خريجي جامعة فلسطين التقنية خضوري، وحقا في جميع المنافسات، وأنا كوني أعمل في شركة توظيف يعني عندي قدرة على أني أعرف الفرق ما بين طلاب جامعتنا تحديدا وكثير من الناس الآخرين. طلاب جامعتنا هم قادرين على أن ينافسوا، قادرين على أن يبدعوا، قادرين على أن يجتازوا جميع المقابلات المطلوبة منهم، وذلك لأن الجامعة كانت تركز جدا يعني على تجهيز الطالب إلى سوق العمل قبل تخرجه. فيعني بشكر جامعة فلسطين التقنية خضوري وبشكر جميع العاملين فيها. من خلال تجربة شغلي في مركز مصادر التنمية الشبابية كمدربة اكتسبت العديد من المهارات. أول مهارة اللي هي كانت أنا المدربة، أنا شخصيتي كثير تفاعلية، بحب الحكي، بحب أتفاعل مع حدا والشخص اللي قدامي يحكي، فكانت وظيفة التدريب لإلي كثير شيء جميل حلو. الشغلة الثانية اللي كانت بعتبرها إشي كثير حلو، إن أنا كمدربة خريجة من جامعة فلسطين تقنية خضوري رجعت عطيت في خضوري، بس هالمرة كنت أنا كمدربة، فكان الشيء كثير حلو ان انا واقفة قدام طلاب هم يعني من جامعتي. الشغلة الثانية الحلو انه هون مديرة المركز كانت تعطينا او تفوضنا اشياء المهام اللي هي مثلا اكتبوا كتاب رسمي، راسلوا مثلا الشركة كذا، احكوا مع كذا، فهاي الاشياء البسيطة اللي كانت تمنحنا اياها كانت تعطينا كثير وتضيف لنا اشياء. انا الى 4 أشهر بس انا كنت بحس انه 4 أشهر من خلالها اكتسبت كثير، بوقت قصير كثير عرفت اشياء اضافت لي. أنا من فلسطيني 48، صراحة لما جيت أعمل مشروع هنا في مناطق السلطة الفلسطينية توجهت لجامعة الخضوري واستقبلت خريجين من جامعة الخضوري. هذا الخريجين من بداية الأمر تبين أنه عندهم قدرات ومقدرات هائلة جدا. أهم الأمور اللي أنا كنت حابب أشوفها بهذول الطلاب واللي فعلا وجدتها هي موضوع الانضباط وموضوع الخبرة والتعلم والقدرة على التعلم، بالإضافة لذلك أنه في عندهم جاهزية عالية جداً أنهم يكونوا طلاب أو خلينا نقول موظفين بشركات الهايتك، وهذا الشيء فعلاً أنا وجدته، وأنا ممنون جداً لهذه الجامعة على قدرتها أنها تهيئ هذه الشريحة من الطلاب لهذا الوضع من العمل.
طبعا انا صار لي تقريبا سنتين متخرج. اول ما تخرجت قعدت تقريبا نص سنه من دون عمل، بعد هيك جيت اشتغلت هون بنور الخليج كتيلي سيلز اللي هو تسويق عبر الانترنت عبر الهاتف عفوا، وفعلا الوضع تمام. صحيح انه هو بعيد عن تخصصي، لكن واحد مش لازم يكون داخل الصندوق يفكر، لازم ينطلق بالحياه. وفعلا الحمد لله رب العالمين صار لي سنه ونص هنا بشتغل وراضي تماما. جامعة فلسطين التقنية خضوري، عنوانك نحو مستقبل أفضل.